السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم وإلى أبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يستقبل وزير الخارجية المصري الذي سلمه دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة مصر. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو. رئيس الجمهورية يستقبل الوزير السابق والناشط السياسي عبد العزيز رحابي في إطار المشاورات حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور. القانون الجديد المنظم للنشاطات المحروقات يدخل حيز تنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية ومشاركة نوعية للشباب حاملي المشاريع بمنتدى أدرار للمؤسسات الناشئة. تتابعون أيضا يناير ثراء ثقافي وبعد حضاري متنوع تحتفي به العائلات الجزائرية وعادات متوارثة عبر الأجيال. بداية استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني اليوم السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية. وقد سلم وزير الخارجية المصري إلى رئيس الجمهورية دعوة من الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي لزيارة مصر، وقد قبلها السيد الرئيس على أن يحدد موعدها في وقت لاحق. ووجه السيد الرئيس من جهته دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة الجزائر. ثم تناول اللقاء بالبحث أساسا الوضع في ليبيا وتداعياته على الأمن والسلم في المنطقة نتيجة التدخلات الأجنبية التي تغذي النزاع المسلح القائم في هذا البلد الشقيق. إن هذا الوضع الخطير يشكل مصدر قلق بالغ لدى البلدين، يزداد تفاقما بالتصعيد العسكري الملاحظ في الميدان وجمود المسار السياسي، مما يستلزم عدم ادخار أي جهد من أجل وقف إراقة الدماء فورا حتى تتوفر الشروط الملائمة التي تسمح باستئناف المسار التفاوضي والوصول إلى حل سياسي شامل يحفظ ليبيا شعبا وترابا ويعزز الاستقرار في المنطقة. وهنا أكد رئيس الجمهورية أن التجارب بيّنت أن القوة العسكرية لا تحل المشاكل، بل إن الحل الوحيد للأزمات مهما استفحلت هو الحل السياسي. وجدد السيد الرئيس بهذه المناسبة رفض الجزائر أن يكون دم أشقائنا الليبيين ثمنا لحماية المصالح الأجنبية في هذه الربوع. وفي ختام هذه المقابلة جرى الاتفاق على العمل من أجل أن تكون الندوة الدولية حول ليبيا المزمع عقدها في برلين منطلقا جادا لحل سياسي للأزمة الليبية. وكذلك تم الاتفاق على المزيد من التنسيق والتشاور والعمل المشترك لما للجزائر ومصر من قدرة على تقديم مساهمة حاسمة للتعجيل بإنهاء مأساة الشعب الليبي الشقيق عن طريق الحل السياسي الدائم والشامل. وعقب الاستقبال أدلى وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري أدلى بهذا التصريح لمحمد رضا بوزيان. تشرفت في التو بأن استقبلني فخامة الرئيس، نقلت لفخامته رسالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتؤكد على الرغبة في دعم العلاقات التاريخية القائمة بين مصر والجزائر والعمل على تفعيل الآليات التي القائمة في إطار رعاية العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى المستويات التي يطمح إليها الشعبين المصري والجزائري. كما تناولنا أهمية التنسيق فيما بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة في هذه الآونة. طبعا استغرق الحديث تناول قضية ليبيا والاهتمام المشترك بالتوصل إلى حل سياسي يعفي الشعب الليبي من ما تعرض له خلال السنوات الماضية من صراع، ويأتي كحل شامل لكل القضايا العالقة في ليبيا. تحدثنا عن أهمية العمل المشترك فيما بين مصر والجزائر لرعاية واحتضان الأشقاء في ليبيا والعمل على
عدم قبول أي نوع من أنواع التدخل الخارجي في الساحة الليبية، وبالتأكيد عدم قبول أي نوع من التواجد العسكري الأجنبي على الأراضي الليبية، وهي متاخمة لكل من مصر والجزائر. نحن نسعى إلى استمرار رعاية هذه العلاقة الخاصة التي تربط بين مصر والجزائر. ونقلت طبعا للسيد الرئيس التهنئة على توليه السلطة وعلى الإدارة الحكيمة للتطورات خلال العام الماضي التي وصلت بالجزائر إلى بر الأمان، والتمنيات بأن تستمر الجزائر في جهودها للوفاء بكل الالتزامات الخاصة بازدهار ورفعة الشعب الجزائري. شكرا جزيلا. هذا واستقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم السيد لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي. وأثناء هذا اللقاء وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، تطابقت وجهات النظر حول ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار فورا كمقدمة لاستئناف مسار الحوار بين الأطراف المتنازعة، حيث يتسنى إيجاد حل سياسي يضمن وحدة ليبيا شعبا وترابا ويحمي سيادتها الوطنية بعيدا عن الضغوط والتدخلات الأجنبية. وهنا جرى الاتفاق على تعزيز التنسيق والتشاور في أفق الندوة الدولية المزمع عقدها حول ليبيا قريبا. ومن جهة أخرى جرى تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية الممتازة المتعددة المجالات، وتم الاتفاق على إعطائها دفعا أقوى لا سيما في ميدان الاستفادة من التجربة الإيطالية الرائدة في تأسيس المؤسسة الناشئة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة. كما استقبل اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو. المحادثات سمحت ببحث علاقات التعاون وأفاق تطويرها لا سيما في مجال إنشاء وترقية الشركات الناشئة. أما فيما يخص الجانب السياسي، فقد تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تطور الأوضاع على المستوى الإقليمي. وجرى اللقاء بحضور كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلدهان. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية صبري بقدوم محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو. شملت المحادثات ودي البلدين. الطرفان استعرضا علاقات التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أبدى الطرفان تطابقا في وجهات النظر فيما يخص الحل السياسي بليبيا. تواجدنا بالجزائر فرصة تاريخية لمناقشة المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تحدثنا حول أهمية الاستثمار بين البلدين في مجال التكنولوجيات الحديثة والبحث العلمي، وأمام البلدين تحديات كبيرة في المجال الاقتصادي، ونحن نهتم بالتعاون في مجال السياحة مع الجزائر، كما نعمل على تكثيف الجهود الدبلوماسية لاستتباب الأمن بالمنطقة ومكافحة أشكال الإرهاب. ونشيد هنا بدور الجزائر المحوري لاستتباب الأمن في ليبيا وفي منطقة المتوسط. قبل زيارتي للجزائر زرت كل من بروكسل واسطنبول والقاهرة، وتركزت محادثاتنا مع الشركاء على الوضع في ليبيا، وهناك إجماع على الحل السلمي ووقف إطلاق النار ودعم الحوار لفرض الحلول السلمية وحل الأزمة بالمنطقة. العلاقات الثنائية جيدة في جميع المجالات، الطاقة، التعليم العالي، التعليم العالي، وكذلك التشاور وأقول والتنسيق فيما يخص المسائل الجهوية ولا سيما منها ليبيا. أقول أن العلاقة التنسيق مع إيطاليا جيد جدا فيما يخص الملف السخن الحالي وهو ليبيا، والمبادئ التي نصر على احترامها، حل سياسي في ليبيا، حل سياسي يعني حل سلمي، رفض التدخل العسكري، الإصرار على احترام حظر في تزويد الأسلحة في ليبيا،
المفاوضات بين الليبيين، بين كل الأطراف الليبيين، بكل احترام القانون الدولي وبتعاون وتأييد المجتمع الدولي وخاصة دول الجوار. ويمكن كذلك أن أقول أشكر السيد ويجي دي مايو والحكومة الإيطالية على دعمها لموقف الجزائر، على إصرارها مع كل الشركاء وكل الدول العالمية فيما يخص دور الجزائر فيما في على ليبيا، ليبيا كجارة وشقيقة. غراتي ميلي. استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الوزير السابق والناشط السياسي السيد عبد العزيز رحابي، ويندرج هذا اللقاء الذي سيكون متبوعا بلقاءات مع شخصيات وطنية أخرى وقادة أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني في إطار المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور حتى يتكيف مع متطلبات بناء الجمهورية الجديدة، آخذا بعين الاعتبار المطالب الشعبية الملحة. هذا وقد شرح السيد الرئيس شرح الخطوات السياسية الجارية والقادمة لبناء الثقة التي تعزز التواصل والحوار قصد إقامة جبهة داخلية قوية ومتماسكة مما يسمح بحشد الطاقات والكفاءات الوطنية واستدراك الوقت الضائع لتشييد دولة مؤسسات تكرس فيها الديمقراطية التي تجنب البلاد أي انحراف استبدادي وينعم فيها الجميع بالأمن والاستقرار والرخاء والحريات. كما استمع رئيس الجمهورية سمع إلى ملاحظات واقتراحات السيد عبد العزيز رحابي حول الخطوات التي انطلقت بعد 12 ديسمبر الماضي. كلف أمس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون الأستاذ الجامعي وعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة أحمد العرابة برئاسة لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور، وهذا تجسيدا لالتزام كان رئيس الجمهورية قد جعله على رأس أولويات عهدته والذي يعد حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة من أجل تحقيق مطالب الشعب. المتابعة لفاطمة أديبة. هي أولى الخطوات نحو تجسيد أولى التعهدات. الأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة أحمد العرابة على رأس لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول تعديل الدستور، لجنة تضم 17 عضوا من الكفاءات الجامعية والخبرات الوطنية المشهود لها بذلك، لها باع طويل في المجال القانوني وعارفة بخبايا وشؤون وآليات صياغة أسمى القوانين في البلاد الدستور. هذا القانون الذي يعتبره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حجر الزاوية في برنامجه وتعهد بأن يكون من بين أولى قراراته بعد توليه رئاسة البلاد، يحرص الرئيس أن تكون مسودة مشروع الدستور جاهزة في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تنصيب اللجنة. اللجنة التي ستفتح ورشة قانونية كبيرة حدد لها الرئيس المحاور الكبرى ولم يحدد لها سقف المقترحات والتوصيات، فالكفاءات والنخبة اليوم تفتح في وجهها الأبواب وتمنح لها الفرصة في المشاركة والإسهام الحقيقي في تأسيس ركائز العهد الجديد. هي اليوم مطالبة بطرح عصارة خبرتها الميدانية في إثراء وبلورة وثيقة مسودة الدستور بما يستجيب لتطلعات شعب يتوق إلى دستور يعمر لا يزول بزوال الرجال بعيدا عن تلك الدساتير التي خيطت على المقاس. فعلى عاتق اللجنة مسؤولية ثقيلة بصلاحيات واسعة لتقديم المقترحات والتوصيات أو أي إجراء تراه كفيلا بتعزيز وتدعيم الحقوق والحريات وضمان الممارسات وأخلقة الحياة العامة، وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية. مشروع مراجعة الدستور وبعد تسليمه من قبل اللجنة سيطرح للمناقشة والإثراء ويفسح فيه المجال ضمن مشاورات واسعة أمام الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته وفقا للإجراءات الدستورية السارية المفعولة إلى البرلمان. وأمام مراحل هذا المسار القانوني ستبقى كلمة الفصل للشعب الذي سيمارس سيادته بكل ديمقراطية في استفتاء شعبي سيتجدد فيه الموعد مع الديمقراطية نحو جمهورية جديدة. رئيس الجمهورية حدد المحاور الأساسية لتعديل الدستور وتشمل 7 محاور أساسية.
منها ما يتعلق بتعزيز حقوق وحريات المواطنين وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة وأخلاقة الحياة العامة ومكافحة الفساد. المزيد مع وليد قدري. تحضير مشروع تعديل دستوري تلج به البلاد مرحلة جديدة أسنده رئيس الجمهورية للجنة خبراء قبل أن يتوجه برسالة لرئيس اللجنة السيد أحمد العرابة، حملت خارطة طريق توضح المحاور الكبرى للتعديل الدستوري مع ترك المجال مفتوحا أمام اللجنة لأية إضافة تراها إيجابية. سبعة محاور استهلها رئيس الجمهورية بالمحور المتعلق بحقوق الإنسان وحريات المواطنين، ليتم في هذا الإطار تحديد المعاني والمضامين الفعلية لهذه الحقوق كي لا تكون غامضة ومرنة فتصطدم بأية قوانين أو عوائق تحدها، وفي مقدمتها حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير دون المساس بحريات وحقوق الغير. وفي إطار هذه الحريات يتوجب أيضا أن تتدعم الصحافة بآليات دستورية واضحة ترقى بممارستها إلى الوجه الأخلاقي اللازم والمسؤولية تجاه المجتمع. أخلاقة الحياة السياسية ومكافحة الفساد عنوان آخر في التعديل لتطهير عالم السياسة من المال الفاسد ومن سطوة المال عموما تفاديا للرداءة السياسية، وهذا ما يتطلب آليات أوسع لمكافحة الفساد وإشراك المجتمع المدني في ذلك. وأمام لجنة الخبراء أيضا أرضية لإثراء تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها حتى يكون الدستور محددا لصلاحيات مؤسسات الدولة والضامن الفعلي لحق الممارسة السياسية الفعالة للأحزاب من أجل لعب دورها الحقيقي دون ضغوطات. وأهم نقطة تضمنها هذا المحور هي غلق الباب أمام الانفراد بالسلطة بتحديد الفترة الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يحمل الدستور نصوصا تحميها من أي تعديل مستقبلي. وفي مضامين محاور التعديل تقوية الرقابة البرلمانية على الجهاز التنفيذي، وهنا يتجلى عمل الحكومة بشكل دوري في جلسات تتم كل شهر على الأقل من خلال حضور الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وموازاة مع ذلك تعزيز سلطة المنتخبين لا سيما منها المعارضة البرلمانية، فيما توضع آليات لضبط الحصانة البرلمانية والارتقاء بمجلس الأمة ليصبح فضاء للكفاءات وليس للمكافآت. وبخصوص السلطة القضائية على أهميتها، سيكون للدستور إعادة نظر في استقلالية العدالة بحماية القاضي وإعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية، وبما يحمي حقوق المواطنين بما فيها تلك المتعلقة بجاليتنا بالخارج بآليات تمكنهم من تولي مسؤوليات سامية في الدولة للاستفادة من كفاءاتهم. آخر محور من التوجيهات المتعلقة بتعديل الدستور كان حول السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إعطائها السند الدستوري كهيئة منبثقة عن المجتمع المدني لا غير، ولها كامل صلاحيات في تنظيم الانتخابات. وفي ختام رسالته عبر رئيس الجمهورية عن ثقته في كفاءة أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات تعديل الدستور كي يكونوا في مستوى المهمة الموكلة إليهم في إعداد مشروع قانون دستوري يرقى إلى تطلعات الجزائريين ويجسد دولة الحق والقانون. حمل قانون المحروقات الجديد الصادر في الجريدة الرسمية عدة إجراءات منظمة لنشاطات المحروقات حماية للاقتصاد الوطني، تقول وسيلة مشارب. قانون المحروقات يدخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية رقم 79. هذا القانون يأتي 15 عاما بعد القانون المعمول به سنة 2005، فماذا حمل من جديد؟ أدخل القانون الجديد هذا أدخل صيغ تعاقدية جديدة ليس لم تكن في قانون 2005، يعني الآن فيه صيغ، عدنا إلى صيغ تقاسم الإنتاج، مثلا عقود تقاسم الإنتاج وعقود الخدمات ذات المخاطر. الخبراء يصفون هذا القانون بالإطار المؤسساتي الذي من شأنه ضبط النشاط في مجال المحروقات في التنقيب والاستكشاف والاستغلال.
أن صنع تراك في المدة الأخيرة تقريبا أكثر من 10 سنوات تحملت العبء الاستكشاف والبحث لوحدها، واستثمرت أكثر من 16 مليار دولار في هذا الميدان. النتائج كانت لا بأس بها، لكن لم ترقى إلى مستوى هذه لتجديد كل الاحتياطات التي استهلكت. إذن العمل هو عملية البحث والاستكشاف عملية مخاطرة فيها أموال كثيرة، تحتاج تقنيات متقدمة، ولهذا يعني نحبذ أنه في هذه العملية البحث والاستكشاف نشارك هذه العملية بوجود شركات عالمية معروفة. لكن ماذا عن النظام الجبائي؟ عملية حساب الجباية مبسطة إلى أكبر قدر ممكن حتى تكون في متناول جميع الشركاء وجميع الفاعلين في هذا الميدان. النقطة الثانية التي لها أهمية كبيرة وهي خفض العبء الجبائي. النسخة الجديدة لقانون المحروقات تضبط أيضا قطاع الشغل وتلزم الشركات الأجنبية بتوظيف اليد العاملة المحلية. القائمون على الشؤون الطاقوية ببلادنا متفائلون بهذا القانون الجديد الذي وضع لاستقطاب المستثمرين الأجانب، مراعيا في نفس الوقت مصلحة الاقتصاد الوطني. الاقتصاد الوطني إن شاء الله من خلال هذا القانون ومن خلال الاستثمارات والثمرات التي سنجنيها إن شاء الله راح يساعد على حماية الاقتصاد الوطني وحماية الأجيال القادمة إن شاء الله. إذن يأتي هذا القانون في ظرف اقتصادي يتميز بالمنافسة الشرسة على الصعيد الإقليمي والدولي وتبوأ الجزائر أهم المناصب في المنابر الدولية الطاقوية. وعن الفعاليات الاقتصادية تشارك أزيد من 50 مؤسسة مبتكرة في صالون المؤسسات الناشئة والذي نظم في إطار منتدى أضرار 2020. عن كثب وهبة مزوش. باهتمام كبير تلقى هؤلاء الشباب حاملي الشهادات الجامعية دروسا تكوينية حول كيفية إنشاء مؤسسة ناشئة أو بما يعرف بستارت اب. كان عندنا افكار لمشاريع، كنا ديك الافكار كنا نشوفوها بطابع، بصح كي دخلنا ستارت اب كنا في طابع تقليدي ولينا في طابع مودر، ولينا اجيال تاع 2020 وراتنا كيفاش نديرو ستارت اب غير عادي، ستارت اب اللي يتقبلوا المواطن وتقبلوا الهيئات الوطنيه. هذا الجهاز اللي كنت نشوفو فيه اللي اخترعته في 2007، ولكن في ذاك القيس كان المحيط غير ملائم لباش الشركات المصغرة باش تبان الأرض الواقع. كل فريق يولي عنده فريق معناتها مشروع مبتكر، الهدف تاعو كيفاش يقدر يلبي احتياجات تاع الجماعات المحلية. وعلى أمل التوصل إلى شراكات جادة تتوج بتجسيد تلك الأفكار الإبداعية على أرض الواقع، نظم هذا الصالون في إطار منتدى أضرار 2020. الأمل من هذه السياسة وسياسة تدعيم المؤسسات الناشئة ومرافقتها وإدماجها بشكل فعلي في دولاب الاقتصاد الوطني، وهذا إظهارا لبرنامج الذي حددته الدولة. ولا كانوا ندي كما أقول لك مشاريع قابلة للتحقيق وقابلة للمرافقة، البنك ما يترددش ان شاء الله ويكون كما يقول لك رافع ان شاء الله في لهذا الشباب. الهدف من هذا المنتدى هو نشر ثقافة التقاول ودفع الشباب من إنشاء مشاريعهم الخاصة وتذليل العقبات التي يجدها الشباب خصوصا في مرحلة الانطلاق من خلال مرافقي المجتمع، من خلال الخدمات التي تقدمها المجتمع. وقد عرف الصالون إقبالا هاما للزوار الذين انبهروا بهذه النماذج الابتكارية التي تستجيب للعديد من الاحتياجات التنموية. هذا وسجلت نتائج إيجابية في شعبة الحليب على مستوى ولاية غليزان بفضل الدعم والمرافقة لمربي الأبقار ومراكز التجميع والتوزيع. التغطية لخضرة شيكر. حققت ولاية غليزان إنتاج وفير من الحليب خلال الموسم الفارط، حيث بلغت الكمية المنتجة حوالي 70 مليون لتر، وهو ما يجعل من هذه الولاية رائدة في هذا النشاط الذي يتمركز جله بحوض إنتاج الحليب أو منطقة الظهرة بدائرة مازونة. هذه المنطقة 156 مربي في هذه المنطقة تاع الظهرة، تقريبا عندنا 23 ألف بقرة حلوب في الولاية. الانتاج اللي يعني لا كوليكت في لا ولايه نوصل حتى 26 مليون
لتر في العام. دونك هذا بالنسبه لل يعني الانتاج الكلي نوصل حتى 60 الى 70 مليون. دونك هذه رانا وصلنا للاكتفاء الذاتي في الولايه. 150 ألف لتر من الحليب الطازج يوميا تجمع عبر 35 مركز تجميع توجه للتحويل عبر 5 وحدات إنتاج بالولاية إلى جانب جهات أخرى من الوطن. واجدين في ملبنة بن عولة الإخوة بن عولة، هذه من بين 5 ملبنات المتواجدة على مستوى ولاية غليزان. الطاقة يعني الملبنة 30 ألف لتر. هذه العملية عندها نتائج إيجابية من بينها اليد العاملة، نتائج تحققت بفضل ما تعرف هذه الشعبة من تحفيزات ومرافقة للمربين والمهنيين الذين يتطلعون أيضا إلى ضرورة الاهتمام بالفروع ذات الصلة بهذا النشاط. هذا ستين زون أورسول، ما هيش منطقة تاع الحشيش كما احنا نقولوا الاخضر، الحشيش الاخضر هذا ننتجوه في ولايه شلف ونجيبه بالترونسبور بالاخرين قام الناس يتعدير تطلع. طالبين من الدوله اذا كان ممكن تسهيلات في اراضي هكا تعطيها لنا باه نديروا الفوراج فير تاعنا وهذا الصوالح، خاطرش غير كاريين احنا غير نكرو اصلا القوه غير كريه. وتعد ولاية غليزان من ضمن الولايات التي تحتل المراتب الأولى في هذا المجال، وهو رهان تحقق ضمن مساعي الدولة لخفض فاتورة استيراد بودرة الحليب. ومن التنمية الفلاحية إلى ترشيد الاستهلاك، فبهدف الحد من ظاهرة تبذير مادة الخبز أطلقت مديرية التجارة لولاية قسنطينة بالتنسيق مع مختلف القطاعات أطلقت حملة تحسيسية توعوية. المراسلة لآمنة بعطوش. ديو بالزايد وصح النهار كامل وهو في الطايف، انا قدامي نسكن والله ديما نطعش. للاسف فناقوس الخطر قد دق وحان الان الوقت لمجابهه ظاهره تبذير الخبز، ولان الكل معني مديريه التجاره بقسنطينه جندت اعوانها لتحسيس الجميع بضروره مكافحه هذه الظاهره. كخبازين اننا ننتجوا كميه اللازمه ما قدروش نقصوا، ربما ما نلبيوش الرغبه تاع المواطنين وما بقى نحسوهم. كي نشوفوا الطلبات تنقص نقصوا في الانتاج. من بين النصائح التي نقدمها للمستهلك اليوم هي نشجع حاليا المستهلك على اقتناء الخبز الكامل. هذه العمليه حيث جندنا لها اكثر من 60 عون باتجاه المخابز، المخابز اولا باي حسن النوعيه بور مانتونير لور كوميرس اوفير اديزور تارديف يعني دي سوار بور بيرمتر كما قال واحد المستهلك باه يشري ما يحتاجه الصباح يجي يعاود باه يشري العشيه. وينصح الأطباء صحيا المستهلك لتفادي التبذير بما يلي: مثلا أطفال صغار ربع خبزة صباحا ربع مساء في أقساط قدير، أما البالغ فنصف خبزة تماما وخاصة في الصباح في الليل يفيد الخبز. وكنموذج حي هذه المخبزة التي تفنن خبازوها في تنويع الخبز المسترجع وبيعه كحل لتفادي تبذيره. نقصت وليت ندير الشعير، هذا وشعير هذا رخيص مع الناس. الخبز اللي قعد لي نديرو انايا بنكريي، وبعد بنكريي نرجعو بوت دو جو تروا جو نرجعو لا شابلور ما نطيشوش الخبز تاعنا. استهلك بقدر حاجتك واحتفظ بالفائض من الخبز لاستعمالات اخرى مفيده لصحتك، فالاقتصاد الوطني مرهون باستهلاكك العقلاني. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قرب الحدود الجنوبية بتمرس الناحية العسكرية السادسة أمس القبض على إرهابي كان ينشط ضمن إحدى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل، ويتعلق الأمر بالمسمى ريكان محمد المكنى عبد الباري، والذي التحق بالجماعة الإرهابية سنة 2018. في السياق نفسه، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 7 مخابئ للجماعات الإرهابية و27 قنبلة تقليدية الصنع وكمية من المواد الغذائية والأدوية وأغراض أخرى مختلفة، وهذا إثر عملية بحث وتمشيط متفرقة بكل من صديف وباتنا وسكيكدا وجيجل بالناحية العسكرية الخامسة وبومرداس والجلفة بالناحية العسكرية الأولى.
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، وقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من تلمسان بالناحية العسكرية الثانية وقسنطينة وباتنا بالناحية العسكرية الخامسة تاجري مخدرات، وحجزت 9.7 كيلوغرامات من الكيف المعالج، فيما تم حجز 18.75 قنطارا من مادة التبغ بغردايا الناحية العسكرية الرابعة. من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت بالناحية العسكرية الرابعة وتندوف بالناحية العسكرية الثالثة وتمرس بالناحية العسكرية السادسة، أوقفت 7 أشخاص وضبطت 6,000 لتر من الوقود الموجه للتهريب و22 آلة لتكسير الحجارة و12 10 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب. هذا بالإضافة إلى مولد كهربائي وجهاز اتصال، جهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية، في حين أحبط حرس والسواحل وعناصر الدرك الوطني محاولة إجراء غير شرعية ل115 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهذا بكل من وهران وعين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية. تجسيدا لرابطة جيش أمة، تتواصل القوافل الطبية للجيش الوطني الشعبي للقطاع العملياتي لإليزي في التكفل الصحي بسكان المناطق النائية والحدودية. المتابعة لإبراهيم بالخير. بعد منطقة طارات الحدودية، كانت وجهة القافلة الطبية للجيش الوطني الشعبي للقطاع العملياتي لإليزي إلى منطقة فضنون النائية. وتجسيدا لرابطة جيش أمة، أجرى الفريق الطبي فحوصات طبية شاملة للمرضى. اليوم نتواجد على مستوى منطقة فضنون للتكفل بالمواطنين المعزولين في هذه المناطق النائية. هناك إقبال كبير من المواطنين، نحاول التكفل بهم كلهم إن شاء الله، كما سنبرمج إن شاء الله حملات أخرى مثل هذا النوع إلى مناطق أخرى للتكفل بمزيد من المواطنين. تأتي هذه المبادرة لتعزيز التكفل الصحي لسكان المناطق النائية والمعزولة، المبادرة التي تدخل ضمن المهام الإنسانية للجيش الوطني الشعبي، استحسنها كثيرا سكان المناطق النائية بولاية إليزي. أضبابونا الجيش الوينة هذو الحماية جماعة، وبدأ نديم معهم واللي داعا جماعة مدانا نصرفها سنصرفها فلسي كل سنة تيك فالله ملي السلام مدانا عقبنا نغل لنا الطرنا ونجوتني نديع، ولكن ما لباس إن شاء الله بالك ينقص نتبع اكفر انا غي سفر انا يسفر انا وياك اتياض الطافتة انا قافوا للإنسان سلامة تطبع بني واحلوة ما إن شاء الله من العسكر بارك الله فيك جنانا قرغة جني شوكة ما إن شاء الله بارك الله فيك. كما تضاف إلى هذه المهام النبيلة مجهودات أخرى تبذل وبكل إخلاص من قبل أفراد الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للحفاظ على أمن وحرمة التراب الوطني. المبادرات التضامنية حيث انطلقت اليوم من ساحة ملعب الخامس جويلية قافلة تضامنية متوجهة لمدينة تنزاواتين بولاية طمنراس محملة بأربعين طنا من مختلف المساعدات الطبية والغذائية وغيرها لفائدة أزيد من 300 عائلة جزائرية كانت مقيمة بمدينة كيدال والتي عادت لطمنراس بسبب الظروف الأمنية. المبادرة التضامنية هذه تأتي بعد تلقي الهلال الأحمر الجزائري تلقيه لطلب مساعدة من جمعية الجزائريين المقيمين بكيدال. قلنا نداء من طرف رئيس هذه الجمعية اللي يمثل أكثر من 318 عائلة، وشفتوا القائمة. هذه العائلات غادرت، نعطي له يعطيكم أكثر تفاصيل، هو غادرت كيدال، فروا من تدهور الأوضاع الأمنية وجاءوا استقروا بجهة تنزاواتين في الحدود مع المالي في ولاية طمنراست منذ سنة 2012. أشكر رئيس الهلال الأحمر على المبادرة اللي دارت لنا، استدعتنا واستقبلتنا ووفرت لنا شروط كل حتى وصلنا لعين المكان في الجزائر العاصمة، وأعطتنا كمية مقدرة بأربعين طن من كل أشياء المواد الغذائية والأفرشة والأدوية. بمقر المؤسسة العمومية للتلفزيون تم اليوم تنصيب فتحي سعيدي مديرا عاما بالنيابة خلفا لسالم رباحي، ومراسم التنصيب جرت بحضور الأمينة العامة لوزارة الاتصال فاطمة زهرة طيب الزريمي وإطارات التلفزيون.
كما تم اليوم تنصيب آسيا الباز آسيا باز مديرة عامة بالنيابة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار خلفا لمنير حميدية. مراسم التنصيب جرت بحضور الأمينة العامة لوزارة الاتصال فاطمة الزهراء طيب زريمي وإطارات الوكالة. هلك 13 شخصا وأصيب 36 آخرون بجروح خلال 24 ساعة الأخيرة في حوادث مرور بمناطق مختلفة من الوطن، وذلك على غرار الذي وقع أمس بجيج لإثر انحراف سيارة سياحية لتسقط في البحر بالمكان المسمى المنار الكبير بالمخرج الغربي للولاية، والذي خلف وفاة 4 أفراد من عائلة واحدة، فيما تم إنقاذ الأب حسب مصالح الحماية المدنية. في توقعات الطقس أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة عن تساقط أمطار تكون أحيانا في شكل رعود على عدة ولايات وسط البلاد اعتبارا من مساء هذا اليوم. هذه النشرية ستمتد بمشيئة الله، والتي ستمس ولايات تيزي والزبو مرداس البويرة البليدة العاصمة وتيبازا، ستمتد لغاية منتصف نهار يوم غد. في عملية نوعية تمكن عناصر البحث والتحري لأمن ولاية الوادي من الإطاحة بشخصين مشتبه بهما وحجز 76 كيلوغراما من الكيف المعالج وسيارة رباعية الدفع كانت تستعمل لنقل المخدرات، وتم تقديم الشخصين أمام الجهات القضائية المختصة. دوليا، في الملف الليبي دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الأحد المقبل، وهذا عقب لقائهما أمس في اسطنبول التركية. من جهة أخرى، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج اليوم مع قادة الاتحاد الأوروبي في مسعى لاحتواء الأزمة المتصاعدة في ليبيا. وإلى إيران، وبعد التصعيد الأخير الذي طبع منطقة الشرق الأوسط على خلفية إطلاق طهران لصواريخ باليستية على قواعد عسكرية أمريكية في العراق، يخرج الرئيس الأمريكي ورقة التهدئة وضبط النفس بعد أن صرحت طهران بأنها ستكتفي بهذا الرد مؤقتا، في حين لوح الرئيس الأمريكي بمزيد من العقوبات الاقتصادية ضد إيران. في حزمة أخبارنا الدولية، أيضا كشفت مصادر أممية اليوم عن إصابة 18 عنصرا من القبعات الزرق ومدنيين اثنين في هجوم بقذائف الهاون استهدف معسكرا للجيش شمال شرق مالي. عودة إلى أخبار الوطن، حيث أشرف اليوم كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي سالم دادا بتمرس أشرف على افتتاح المهرجان الوطني الثقافي للموسيقى والأغنية الأمازيغية في طبعته 11 بمشاركة فرق فنية تعكس مختلف الطبوع. محمد أمي بوتومي. بثلاثية تراث الأهجار إمزاد تزمرت والتسيوي، افتتح المهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الأمازيغية بتمراسة ترسيخا للهوية بأبعادها المحفوظة بالمنطقة، حيث كانت الرقصات والعروض الفولكلورية حاضرة على إيقاع الطبوع الأمازيغية بإشراف من كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي. أظن أنه هي فرصة جميلة أنه يكون إنسان حاضر في بداية أول مهرجان ثقافي وطني في بداية السنة، يعني في سنة 2020، وهو المهرجان الوطني الثقافي للموسيقى والرقص الأمازيغي. أيضا هي إعادة التفاف حول المكنونات الثقافية للهوية الجزائرية التي برغم اختلافاتها تشكل تنوع ثقافي كبير في الممارسات والتعابير الثقافية. ومن تاجمار تفقد سليم دادا بعض المواقع السياحية التي تضم على جنباتها رسوما ونقوشا صخرية بحثا عن إمكانية استغلالها في تطوير الإنتاج الثقافي. خط التواصل بين الإنتاج الفني وهذا النوع من التعابير القديمة، أول شيء هو أكيد مهم جدا التعرف على التاريخ القديم والقديم جدا لهذه الأرض، وثانيا ممكن تفكير في إدماج هذا النوع من الثقافات في التكوين الفني. للأسف يعني معظم الأحيان نجد أن التكوين الفني موجه إلى الضفة الأخرى ولم يكن فيه هناك رصد لهذه الحالات التي تعتبر نوع من التراث، لكن هي أيضا يعني تعبير فنية. كاتب الدولة المكلف بالإنتاج كانت له زيارة مطولة بقدر ما هي مثقلة بالانشغالات للحاضرة الوطنية للأهجار التي تلخص تاريخ المنطقة.
يناير موروث ثقافي يجمعنا. شكل محور ندوة بالإذاعة الوطنية بحضور الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاب ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية الدكتور صالح بلعيد. الندوة تناولت تنوع وثراء الموروث الثقافي بالجزائر. تيكتي وكن نسوفا يناير أرونار خطر يناير ذي الفشطان يكذي ثواشولين الفشطان السوفا أرونار يوكن أدنينين يمزداغ نتمرثن الجزائر بالليم يلزم فلانا أنت كاكاي أنطف ذي تجديثنا أنطف قواروجنا وكنو الحنتر العوايدنا. نحن نحتفل بالسنة الأمازيغية في عيد وطني كبير في كل ربيع الوطني من خلال تجديد أنشطة مختلفة تهدف إلى إبراز الموروث الثقافي الأمازيغي اللامادي للشعب الجزائري الغني بعاداته وتقاليده. نشاطات علمية وثقافية بالعاصمة نظمتها مديرية التربية لغرب الولاية ونشطها براعم وتلاميذ الأدوار الثلاثة لثمانية عشرة مؤسسة تربوية. يوسف مهدي. أبدعوا وأجادوا تلاميذ الأطوار الثلاث للمؤسسات التربوية صنعوا البهجة في احتفالات رأس السنة الأمازيغية. حضرت العادات والتقاليد والطبوع الفنية أيضا. كل عام أولادنا في المؤسسات التربوية يحتفلوا بيناير. احنا نحبوا بلي تقاليد يكملوا مع أولادنا واش يسيبوا في المنزل يسيبوا في المؤسسة، يعني سلا كونتينيتي. هدف من هذا الاحتفالية هو أننا نكون همزة وصل بين ما ورثناه ولا واش خلاو لنا الأجداد والآباء لهاد الأبناء. ارتباط الأجداد بالأرض، تشبثهم بمقومات الهوية الوطنية وكيف تنتقل بسلاسة من جيل لآخر هو لب الاحتفال بيناير هذه السنة. يناير يسفقنا نهضة الساغيل لاني قروا مذانا مازيغ ذو كاليس أشكون مازيغا نحمل نتمور ثمسن أطاس. التاريخ، الثقافة والتراث، ثلاثية وعبر لوحات فنية اختصرت الزمان والمكان. عادات وتقاليد وطرح فكري أيضا إلى العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يستقبل وزير الخارجية المصري الذي سلمه دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة مصر. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو. رئيس الجمهورية يستقبل الوزير السابق والناشط السياسي عبد العزيز رحابي في إطار المشاورات حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور. القانون الجديد المنظم لنشاطات المحروقات يدخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية. مشاركة نوعية للشباب حاملي المشاريع بمنتدى أضرار للمؤسسات الناشئة. يناير ثراء ثقافي وبعد حضري متنوع تحتفي به العائلات الجزائرية وعادات متوارثة عبر الأجيال. شكرا لكم على المتابعة. تقبلوا تحيات فريق الخدمة. إلى اللقاء.